عسلامة. عسلامة ميمة. قد منا روحك. سي فتحي متقاعد شركة خاصة. مرحبا بك، مرحبا بك حدانا بي. عايشك. في ظل عدم التوافق بين الدخل الشهري والمقدرة الشرائية، كيفاش قاعد التونسي ينجم يكفي روحه شهر كامل ويتحكم في الميزانية نتاعو؟ التونسي بصفة عامة سكي برشا. كيفاش؟ إيوا هذه كيفاش؟ التونسي ذكي برشا، كان في الباهي راهو ذكي وكان في الخايب راهو ذكي، يحب يستحفظ يستحفظ، يحب يصرف راهو يصرف. هاو جاي عيد وشهريته معروفة، معناتها شهرية نتاع الطبقة المتوسطة. أي الطبقة المتوسطة شهريته بين المليون ونص والمليونين. صحيح. يعرف روحه أنه ما يقدرش يشري علوش، إي بورتون يشري ويقعد يعاني من بعد أربع شهور يتعب. بعد العيد ويجي ما لقيتو سا لوسونسييل يشري. التونسي بصفه عامه راه مستهلك. وحاجه اخرى بسيو، بالنسبه للمناسبات، خاطر انت فتحت قوس المناسبات، التونسي ديما يشري في المناسبات، خاطر قبل حتى كي كان زوال، معناها حتى قبل الزوالي كان ينجم يشري علوش يعني، او اي مناسبه اخرى يعني. وقت المقدره الشرائيه توسكي فينونسمون توسكي كوميرسيال توسكي راهي كريز مونديال، مش تونس مبدع. لوروب تعبه، لافريك تعبه، امريكا تعبه، روسيا تعبه، الكلهم تعبين. ولهذا احنا ماناش خير منهم، تعبين صحيح، مقدة شرائية والشهرية ما عادش تكف. مي مارغريتو سا فما بلدان الشعوب نتاعها تعرف تصرف، والشعب فما شعوب ما تعرفش، المواطنين نتاعها ما يعرفوش، الشعب نتاعها مستهلك. نشوفوا احنا ناخذوا ماك البلدان من الشعوب اللي الشعب نتاعها راه مستهلك الحقيقه نتاع ربي. ما ما ما, ما يعرفش يخدم مخه. اعطيه يشرب وكاهو ومن بعد تو يحلها ربي، ماهوش ما يخدمش مخه. ما يخدمش مخه، فما كريز جاي نتاع خبز. يشد الصف هو يسالك في ثلاثه يوقف قدام الكواش يقول له اعطيني 10. الفتره الاخيره مسيو شفنا برشا صفوف يعني، فما صف على البن، صف على الخبز، صف يا بنتي اجي نقول لك يجيش كريز على الماء دبابس. تو تشوف المواطن التونسي اش يعمل، كان يستهلك في ستيكه في نهارين ولا ثلاثه، تو يولي يستهلك في سته. معناها تو عائله واحد شاد الصف على البنزين، واحد شاد الصف على البن، واحد شاد الصف. اجي نحكي لك على البنزين. البنزين فما 20 كهرباء التالي يعبي ب 50 دينار ويحب يجبد بدون من المان يعبيه وغيره اللي تالي ما يخلطش. يعني احنا بيجينا نعملوا ازمه. صحيح، هو صحيح، مش كل شيء على الدوله على الحكومه على الحاكم، لا لا حتى المواطنين. او نقول لك انا الحقيقه ما يحبوش يقولوها، انا نقول راهو شعب مستهلك. معناها عندنا دور اللهفه يعني. اكثر من لهفه. الحقيقه اكثر من لهفه، شيء مخك يوقفوا لك ساعات، ترى حاجات مخك يوقف. كان جاو منظمين ياخذوا اللي حاجتهم به، راه الناس الكل تتزز والسلعه تتقدس وترخص. اش عندهم باش يعمل لهم الحاكم ولا الدوله؟ اش عنده واحد ياخذ 20 كيلو والاخر ما يخلطش على كيلو؟ من شكون؟ من الحاكم؟ مش من الحاكم. وبخلاف عندك بيعوا الاحتكار وهذاك، ما قال الحد الحد. هما يلزوه باش الناس تولي تعمل الاحتكار. المواطن هو اللي يلزق المحتكر باش يولي يعمل الاحتكار، خاطر يولي فيه برشا فلوس. كان جاو يعرفوا يصرفوا ويعرفوا يتصرفوا، ما يجيوش هكا الكناطري وما يجيوش هكا المحتكرين هذوك، وما يجيوش في السوق وما يتزرعوش وما يتخلقوش في السوق. المواطنين هما اللي كونوا المحتكرين، والمحتكرين ولات عندهم فلوس. مناش من المواطنين هما السبب. أنا نقول لك أنا الحقيقة، ما يحبوش يقولوها لك نقولها لك أنا، ما نخافش. فهمت؟ ينظم الشعب. هاكا القهوة موجودة، الشبيب ما فيهاش كلام برشا، هاكا يعطيو بال 200 غرام، هاكا الناس الكل متزلزلة. ما هو كي تكون حاجة مسيو فيها صفوف، يولي الإنسان مني مستنسيخ ورطل، يولي ياخذ 3 كيلو. لا لا، أنا طب الشعب فاهم الحكاية، وأنه بشوية بشوية تو يستانس، يولي يصرف قد شهريته. هكا الخضره تحت شويه والقهوه موجوده والماء موجود وخيرات ربي موجوده، يعرفوا كيفاش يوليوا يصرفوا
ينحيوك اللعبة تاكل شيء واللي موجود، تاكل محتكرين الكل يتنحى اوتوماتيك، ما تكسرش راسك برشا. ولهذا يلزم الشعب يفيق على روحه، يفيق على روحه، الدنيا غلات وانت عارف كيفاش تصرف يا اخي. انت قلت لي مسيو توانسه تو يشريو، معناها ديما يشكيو يبكيو في الاخر يشريو هكا ولا؟ بيان سور يشريو. يتسلف ولا يكرجي ولا يرهن روحه. انا مخ نخمو بيا يا مدام ما بيه الحياه. كما قلنا السالير ما يكفيش. يا مدام يا اختي عيش اختي قلنا راهو فما مخ ربي ميزنا على الحيوان بالعقل. يجي يقعد هو يحسب، انا ما انا الحقيقه نعذر شويه اللي عنده صغار. حتى كي يتسلف يعني عادي؟ لا حتى كي نجم يدبر راسه ويتصرف يتصرف، انا يغيظوني كالصغار. اما ولاده كبار وبناته صبيه ويحب يشري بالسيف والعلوش ويقعد تعب، مش لوجيك. اذا عنده يخليه يشري معناها. اموره هذيك خير باش نشريه له مكتوب يخليه يشري، اما ليه ليه؟ يلزم العقل، الناس تخدم العقل في الظروف هذيا تخدم العقل. تو يوليو لاباس عليهم. تو يوليو لاباس عليهم، وتونس بحول الله ما تحش. تونس برجالها ونساء وربي حاميها. نلقاو مسيو نلقاو تونسي هكا اليوم السالير نتاعو يكفيه لاخر الشهر. كيما نحكيو على الطبقة المتوسطة. أصحاب العائلات يعني. والله كي يكونش عنده التزامات برشا. برشا معناتها كري وماء وضو وولاد صغار يقراو، نتصور يتعب شوي يتسلف. نتصوروا الطبقه الوسطى نحكي لك، اذا كان عنده كري وماء وضو وزوج صغار يقراو، فهمتني؟ نتصوروا انا مستانس بريتم دو في ما يحبش يتيح عليه، نتصوروا انه يتعب شويه ما يتعبش برشا، يجبد شويه في الروج لما عاله. لازم ولا اما كل الطبقه الضعيفه الحقيقه تعبين 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 الحقيقه نتاع ربي تعبين. الطبقه الضعيفه تلقاو فيها البطال وبرشا مشاكل. لا تعبين الحقيقه تعبين، اما ما التوانسه في بعضنا رانا ما نلوحوهمش الحقيقه. ان شاء الله مسيو. انا قاعد نشوف. اللي عنده يعطي اللي ما عندوش. لا لا التونسي عنده الرحمه في قلبه ويخاف على التونسي غير الراو في شويه خلو. اما صحيح في الصحيح راهم ما نطيشوش بعضنا، وتونس لاباس وان شاء الله تقف على ساقيها، وان شاء الله ازمه وتتعدى. ان شاء الله تمشي وتتصلح. في تاريخ الثورات راهو معروفه. بلادنا نجيح ونقوموا معاها. في تاريخ الثورات يلزمها برشا وقت وبرشا سنين وجي نهار وتقف على ساقيها، هذا ايش يقول تاريخ الثورات راهو؟ تاريخ الثورات هذاك يقول، ادخل ويدا هذا راهو داخل في اللعبه. جي نهار وربي سبحانه وتعالى يجري على سلاح وكهو.